السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. فيديو نهار اليوم ان شاء الله راح يكون كيفية تنظيف فرن المطبخ او ما يعرف بلا كويزينيار. كما كنتم تعرفوا احنا رانا مقبلين على الشهر الفضيل، وهذا هما الحوايج اللي لازم ننظفوهم. وايضا كما كنتم تعرفوا انا مع الرحلة وكلش لازم نغسلوا هذه الآلة هذه، وراح تشوفوا المواد اللي راح نستعملهم باش ننظفها، لانه راح ندير لها اليوم تنظيف عميق. انا نظفتها في البدايه كي جينا، ولكن اليوم حبيت نزيد ندير لها تنظيف عميق. خليكم معايا. اول حاجه راح نبدا بها كما كنتم تشوفوا لهنا، نديمونطي لا كوزينيير تاعنا، نحول الحوايج اللي فيها كامل باش تسهل علينا عمليه التنظيف. كما قلت لكم انا في بدايه الفيديو راح ندير تنظيف عميق. بديت بالريشوات وايضا هذا لي بوطون هذو كما كنتم تشوفوا فيهم لاغريس تاع الزيوت او الدهون اللي تتراكم عند كاين يعني كاين طبخوا الطبخات. لان هذا البرودوي هو اللي راح نستعملوه، الثمن تاعو بسيط وفعال، خير احسن من فورس اكسبرس، لانه فورس اكسبرس شحال من مره وانا نخدم به يخلي لي شويه بقع وزيد غالي. ولكن اقل هذا ننصحكم به بزاف بزاف، والثمن تاعو جد بسيط ب 15000 وفيه كميه لا باس بها. لهنا ايضا بديت اول حاجه لا كوزينير كامل درت لها هذاك البرودوي، ولازم كي تحطوا هذاك البرودوي تخليوها حوالي نصف ساعه وهي ترنخ او تتشمخ في هذاك البرودوي. بعد ما ديروا البرودوي هذاك تجيبوا لهنا، انا درت شويه ماء وشويه ايزيس وشويه نتاع الجافال، وبديت لهنا ننظف في هذوك اللواحق وفي لاكوزينيير بطبيعه الحال. لهنا هذا القزاز تاع لاكوزينيير من تحتها، بكري كنت كنطيب حاجه ما يبانش الاكله من الداخل، ولكن دوكا الحمد لله كي غسلتهم كما راكم تشوفوا جوست بشويه برك بدون يعني بدون مجهود راح يتنحى لكم هذوك الدهون كامل. نخليكم انا هنا مع بعض الصور كيفاش راني نغسل. بعد ما انتهيت من غسل باللافات لهنا جا وقت باش نمسح غير بكتانه هكا، ديروا لها شويه جافيل باش يخلي هذاك اللمعان ورائحه مليحه بالبزاف. لهنا جا الوقت اللي راح نرجع هذوك اللواحق. لهنا لا كوزينير تاعي راني مسحتها مليح من الداخل من برا، وراح لهنا هذا البلاصه راهو بلاستيك يعني ماهوش خامج باش ما يبان لكمش في الصوره خماج. لهنا ايضا هذا المكان هذا من البرودوي، البرودوي كاين اماكن يفسدهم، حاولوا انتم ما تعرفوا كيفاش تخدموا به برك. هذه هي. ولهنا جبت الالومنيوم هذا باش تقعد لا كوزينيير تاعي نظيفه، وبطبيعه الحال يعني كي يقرب رمضان راح نزيد ندير لها تنظيف، ولكن ما يكونش عميق بزاف يعني يكون غير تنظيف خفيف. حاولوا تغطوها بالومنيوم كما هذا، تقعد لكم لا كوزينيير تاعكم دائما جديده، سيرتو الناس اللي شراوها جديده. ودوكا راني نرجع في اللواحق تاعها هذا الريشوات هذو، رجعت لها كلش تاعها. ودوكا كما راكم تشوفوا راهي تبري ما شاء الله، شوفوا ان شاء الله نكون عطيتكم تحفيز للتنظيف سواء لاكوزينيير ولا الثلاجة، اي آلة كانت عندكم نتاع البيت الكتروميناجي تنظفوها. ودركا حبيت نعت لكم هذا ما علاش كيفاش يسميو هذا الخزانه او هذا ممكن نسميها كومود اون بلاستيك، تهز لكم بزاف الدوزان تاع الماعن. انا كما كنت تشوفوا الشكل تاعها يعني راهو يكون ممكن يكون تاع غرفه او تاع شومبرا، انا استعملتها لهنا المطبخ يعني بما انه ما عنديش وين نحط الماعن حبيت نستعملها لهنا. شريتها على المحل تاع شارع دبي اللي في مروانه، ان شاء الله اليومين هذو راح ندير لكم فيه فيديو تفصيلي راح تشوفوا المحل. هذه شريتها خالتي ب 500 وانا شريتها غير 250 عمدو، وايضا راح يساعدكم فيها ومليحه بزاف للناس اللي ديما يرحلوا تهز لهم بزاف حوايج. نتمنى تنال اعجابكم الفيديو تاع نهار اليوم ويكون عندكم تحفيز. تهلاو في روحكم، تلقاو في عدد اخر. سلام.